يقول هذا أنا في الصلاة هل أستطيع أن أدعو بلغتي؟ نعم أو لا؟ زمي رأي اسمه يتجلى من تكنتين مو في أجوتو أن أتين صلاة من الدعاء أمني وفتي فاتك جنبوش بيت الملغاسنة الفرنسية الأفضل والأولى أن تدعو بأدعية القرآن والسنة زنوي إن شاء الله زني أرمي العرب أميها نفعل بنو للدعاء إزايا وسورة سورة القرآن في الدعاء زينة البرنامي صلى الله عليه وسلم زي رزن بريوريتيز لا بأس أن تدعو بلغتك لا إشكال عزو التوصار زنوي أتونوي الدعائين أمتين نو لكن أسماء الله سبحانه وتعالى تنطق بها كما جاء في اللغة العربية تقول يا الله ثم مثلا تقول بلغتك الآن مثلا ارزقني يلا الآن جيب الدعاء نعم زنوي روزك تنطين ملا بأس موش اللي الدعاء زي استغنوه دي أوك دي أن عرف الله سبحانه وتعالى كوش زن سميلة دي كانوه ممتين حق بس مش بلا بزنوه ممتين ملا بأس وشوي وركم الله يا الله ارزقني نعم يا الله ارزقني نعم ينوري الله ميو رزقه يعني تتكلم بأسماء الله سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن والسنة زين نعم. أنا أرى الله سبحانه وتعالى كل شيء زود شيء له بينه فميلا أجزانه أمني أصل تمتين يراب وزي قلازنا في القرآن نعم السنة نعم